بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية بحفر القناة البديلة لمحطة ضخ الثرثار العائمة. طول القناة 1400 متر. الكمية التخمينية للقناة 400 ألف متر مكعب. الغاية من حفر القناة سحب الخزن الميت لتعبير المياه إلى نهر دجلة والفرات. عدد الآليات المتواجدة في قاطع العمل حفر مضخة الثرثار العائمة 50 آلية ومعدة تقوم بحفر المقطع إلى المنسوب التصميمي المقترح 3400. بالإضافة إلى أعمال كري القناة الناقلة بواسطة كراءات إليكوت 1190 عدد 2 والمقطع المائي للقناة لمحطة الضخ بواسطة الحفارة العائمة تقوم بحفر مقطع نهر داخل البحيرة. مهندس يوسف عمش عبود مدير موقع الفلوجة دارة تنفيذ أعمال كري الأنهر.